وازاي ميسي هو اللي يكسب؟ عملت كل حاجه في كوكب الارض، عملت كل حاجه هو كان عملها قبل كده، مش هو كسب كاس العالم بس وبعدها كسب الكره الذهبيه؟ انا كسبته مع مصر، الانجاز اللي انا عمري ما كنت احلم بيه، وفي الاخر هو اللي ياخدها. يعني اعمل ايه تاني؟ لو كاس العالم مش هيكسبني الكره الذهبيه، ايه اللي هيكسبني؟ طب انا مركزي كام؟ التصويت طلع ولا لا؟ نعم مستر عبدو، التصويت ظهر. انا في المركز الثالث ب 384 صوت بس، انا مش الثاني، ده امبابي هو الثاني ب 576 صوت، و 873 صوت راحوا ليونيل ميسي. انا في المركز، يعني انا حتى مش المركز الثاني. ركز معايا يا عبدو، ركز معايا يا بطل عياط، بطل نواح. اسمع اللي حصل ده، انت خطيت لابورتا، لابورتا نجح انه يخليك تخسر البالون دور. اخرب بيته، هو مش عايز يسيبني في حالي ليه؟ عبدو عايز تنتقم من ميسي؟ ايوه. عايز تشوف ميسي بيخسر قدامك وبيطلع من دوري الابطال؟ ايوه عايز اوريك. انا لازم انتقم من ميسي، لازم اوري للعالم انا اقدر اعمل فيه ايه، انا اقدر اخلي باريس سان جيرمان يروحوا للدوري الاوروبي. لازم تنتقم منه النهارده في اخر مباراه في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. لو انت خسرت الماتش ده يا عبدو، انسى انك تكسب الكره الذهبيه في تاريخك. يا رجالة عبدو جه، معلش يا عبدو ما تزعلش، انت اتظلمت. اوعى تزعل يا عبدو، انت اللي كنت المفروض تكسب، ميسي ده حرامي وسرقني انا كمان قبل كده. شوف يا رجالة، الدوري بيضيع مننا، امبابي خد المركز الثاني عشان احنا فرق ما بيننا وما بين برشلونة 12 نقطة في حالهم، 12 نقطة يا مفتريين. ايوه عبدو بيتكلم صح. ايوه احنا مش رجالة، 12 نقطة ازاي؟ قبل ماتش باريس سان جيرمان، قبل ما نرمي ميسي للدوري الأوروبي، مش احنا اللي هنروح له، ريال مدريد عمره ما يروح الدوري الأوروبي، لازم نكسب الست ماتشات اللي عندنا النهاردة في الدوري الاسباني. هنلعب ضد اوساسونا وريال بيتيس وختافي والميريا وفياريال وهواسكا، ست خصوم مجموعهم 18 نقطة، لازم ناخدهم كلهم. لازم نستنى برشلونة يخسروا ماتشاتهم، عندهم ماتشات ضد فياريال واتلتيكو مدريد، لازم نستغل ده، لازم نستغل ان هما ممكن يتعثروا. ال 12 نقطة دي مش هتكمل، أنا مش هخسر الدوري الأسباني، أنا مش هخسر تاني، أنا هكسب كل حاجة، أنا هكسب البالون دور، هكسب دوري الأبطال، هكسب الدوري الأسباني، مفيش بطولة هتعدي. الله النهارده هلعب ضد باريس سان جيرمان اللي ميسي بيلعب معاهم، انا مش قادر اتحمل لحد مباراه باريس. هنلعب ضد اوساسونا، انا موجود كاساسي مع كوبو ورودريجو، خلينا نتوجه للمباراه دي. يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ احنا داخلين مسرح ولا سيرك ده؟ اقفل يا ابني اقفل. ايه يا اوساسونا؟ ايه ده يا اوساسونا؟ لو خسرنا ماتش واحد الدوري الاسباني ضاع، هو اصلا ضايع. الله يا ساتر يا رب. اهدى اهدى يا روديجر، برشلونه بيلعبوا في نفس الجوله ضد قادش، فهل قادش هيقدروا يكسبوهم؟ تكفى تكفى. يلا عبدو عبدو عبدو، يا الله الحظ. اه اه يلا كرة جول، يا نهار ابيض على الحظ. تكفى توني خرط راس، يلا توني كروز وعبدو يلا بقى يا عم، وايه الحظ بتاعي ده؟ يلا ايه ايه عبدو عبدو الكبير، عبدو يجلد ولا يا عم حرام بقى. تكفى لا تكفى لا يا يا نهار ابيض، يا نهار الدوري الاسباني بيضيع، الكره الذهبيه الجايه هتضيع. لا الحق بسرعه قبل ما الشوط يخلص، الحق بسرعه قبل ما الشوط يخلص يا ابن الله. روح يا كوبو، سجل يا كوبو، سجل التعادل يا كوبو. والله كوبو الياباني ابن اليابانية. انا كنت سامع صوت جماهير من شويه، دلوقتي مش سامع اي صوت لجماهير اوساسونا. ابلع انت وياه رجاله، محتاجين نجيب هدف الفوز، التعادل مش هيجيب لنا حاجه. فينيسيوس نزل. ها 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 الله ها اضرب الفيديو ديل فينيسيوس جونيور. ابلع
ابلع حلو الساسون ابلع ليتس جو 2-1 والكام باك. شوف على طول عبدو يباص يا مدقيش يباص يا تقفيني اسستين الريمونتادا 3 نقط من اصل 18 ما ينفعش يضيعوا. لازم نضمن الفوز. راح لوكا مودريتش راح لوكا مودريتش رجعها تروح للوكا مودريتش للفيني جونيور. لا 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 فعلها الفينيسيوس ياتي من بعيد الفينيسيوس. لكن شوف مودريتش العبدو عبدو المودريتش مودريتش لفينيسيوس بوم تيكي تاك المرنج. يا رب برشلونه يكونوا خسروا وكده نجحنا ان احنا خدنا اول 3 نقط من 18 لسه فاضل لنا 15 نقطه. برشلونه لا بقى يا جدع كسب 1-0 خلاص. الله الماتش الجاي ضد ريال بيتيس اقوى هداف في الدوري الاسباني انا واكتر صانع في الدوري الاسباني برضو انا وبعدين يدوا لميسي الكره الذهبيه. عدنا للسانتياغو برنابيو والهجوم رودريجو وفينيسيوس وعبده مش عايز يلعب ليه؟ المباراة الثانية من اصل 6 لازم نكسبها ورب برشلونة هيخسر بقى مرة هنعمل فرح لو برشلونة تعادل. يلا عبده كرة جول كرة مشكلة مش عارف هلعب السهم نازل كده الله فيني يا عم بينالتي بينالتي احنا ريال مدريد احنا ريال مدريد هلا مدريد ابلع ابلع ليتس جو 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 بينالتي واضح وصريح لرودريجو. قلت لك احنا ريال مدريد. عبدو ابوس ايدك يا عبدو ابوس ايدك يا عبدو ما تضيعها تكفى يا عبدو تكفى يا عبدو ما تضيعش. الله ليتس جو الله 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 ابلع برشلونة كل برشلونة بيتفرج ابلع مفيش تحكيمنا كرة جول واضحة وصريحة بوم الله 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 عليك يا حكم الله عليك يا تحكيم عالمي. يا رب برشلونة بقى يتعصروا مرة انا طهقت من برشلونة ما بيتعصروا. ربع ساعة فاضلة ريال بيتيس بدأوا يهاجموا محتاجين ندافع دافعوا يا رجال دافعوا يا رجال عايزين نكسب الماتش التاني تكفى لا 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 الله عليك الله عليك انا فاس يا نهار ابيض يا ابو دقني ده كان هيبلعنا. طلع اسينسيو يا عم اسينسيو يا عم اسينسيو حرام عليك 3 دقايق بس طلع وسع كده حكم حاني لا يا ابن يا غبي يا غبي اخيرا ايه ده كسبنا الثاني ماتش على التوالي. برشلونه كسبوا 2-0 يا الله 12 نقطه لسه يا نهار ابيض جت لي اصابه دكتور عبدو ايه انت عندك اصابه لا مش وقت لا ما تخافش 3 ايام بس الحمد لله بحسبك هتقول لي شهر مفيش شهر جاي 3 ايام بس وهرجع ايوه انت مش هتلعب الماتش الجاي ما ينفعش تلعبه نهائي تقدر ترجع من بعد الماتش الجاي انا واثق في رجالتنا انا واثق فيهم خلينا نشوف هنعمل ايه 2-0 وبرشلونه خسروا كمان 2-0 من فياريال اخيرا يعني يوم لما ما لعبش برشلونه يخسروا 2-0 اخيرا يا جدع 9 نقط فرق في الدوري ليتس جو فكده الماتش الثالث كسبناه خلينا نروح للماتش الرابع اللي هيكون ضد الميريا نادي تركي آل الشيخ عبدو عاد من الاصابه برشلونه هيلعبوا ديربي ضد اسبانيول واحنا هنلعب ضد الميريا الهجوم رودريجو عبدو وفينيسيوس ممكن برشلونه يخسر ضد اسبانيول لانه ماتش ديربي فلازم ولابد نكسب ضد الميريا يلا رجاله شرفتوني الماتش اللي فات لكن المره دي عبدو سيعود للتهديف يا الله الله الله, الله عبدو يا عمي حرام عليك والله لا لا يا ربي الحمد لله الحمد لله لما صدقنا الفريق بقى 9 نقط روح يا فينيسيوس 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 الحمد لله جونيور يسجل كورة جول اوكي تعال حلو عبدو
اوه نهار ابيض والله كان يقول علامه. تركي آل الشيخ حاليا زعلان، لكن كله فدا ان احنا نكسب الدوري الاسباني. روح الفينيسيوس الهداف الليله يا عرضه، حرام عليك. اللي مفكر الدوري الاسباني سهل فهو بيضحك على نفسه. احنا بنعاني في كل ماتش، كل ماتش نقول برشلونه هيخسر ولا لا، برشلونه ما بيخسرش. 9 نقط حتى فرق كبير. يا حكم حرام عليك يا حكم، والله انا ينفع كده يا جدع يا جدع؟ احنا ري... يا عمي ولع ولع موقفني في الحيطه، ربنا يستر. لا امسك امسك انا بس، لسه الماتش خلص. شوف الوقت. ايه يا حكم؟ ايه يابا ارمي. الحمد لله. طلع بقى، ما تقوليش ركنيه تانية. خلاص ايه يا تركي؟ ايه اخيرا هل كسبوا اسبانيول؟ لا ده كسبوهم 4-0، لسه 9 نقط الدوري. يا الله. ريال مدريد، مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وحتى ميتلاند الدنمارك، الجميع في خطر حتى ريال مدريد. هل ريال مدريد لاول مره منذ زمن انا لا اتذكره سيخرج من دوري المجموعات؟ لو ده حصل، لو ميسي خسرني، اعتزل كرة القدم. خلينا نروح لماتش فياريال. اوكي ده فياريال 2، يعني فياريال بيلعب بفريقين في الدوري في نفس الوقت. يا نهار ابيض ده بجد. المركز العاشر فياريال 2، المركز الخامس فياريال 1. يا نهار ابيض، يعني اللي خسر برشلونه فياريال 1. خلينا نتوجه ضد فياريال 2 رجاله. نجحنا ان احنا نكسب 4 ماتشات، مش هنيجي على الخامس ونخسر قصاد فياريال 2. يلا يا جدع بقى العب عبدو، وهيدي كوريديو على الرايق، عبدو يسجل 1-0، ليتس جو. الله يلا، تخيل جولين على فياريال 2 حلوه، ويديله السوي. يلا ده الماتش اللي انا ممكن انفجر فيه تهديفيا. الله الله العب يا كبير. هاتريك في اقل من شوط واحد. ضرب الله عليك يا رودريجو. يا رب برشلونه بس يكونوا خسروا بعد كل ده. ليتس جو، خلينا على طول نروح نشوف لو برشلونه خسروا والدوري بقى 6 نقط. برشلونه 1-0، لسه 9 نقط، عملنا كل حاجه، هم مش عايزين يخسروا. خلينا نروح للمباراه الاخيره قبل باريس سان جيرمان ضد هويسكا. المباراه دي هي الاهم، برشلونه هيلعب ضد اتلتيكو مدريد في الجوله دي، لازم ولا بد نكسب، واتلتيكو يعمل اللي عليه. اتلتيكو مدريد لو ما كسبش محدش هيقدر يكسب برشلونه. Just leave it to me. اوكي ملعب هويسكا مولع والنشيد مرعب. في ايه يا جدعان ولابسين طقم برشلونه ليه؟ رجاله قبل مباراه باريس، هل هنطلع من دوري ابطال اوروبا لاول مره في دور المجموعات؟ ما حصلتش خالص مع ريال مدريد، لم تحدث. الله رب اتلتيكو يكسب. كور جول 1-0 تو ريال مدريد. سوي هنعمل ايه ضد ميسي؟ هل هنطلع من كورة جول من خارج المنطقة وكمان سوي. حاليا كل التركيز على دوري الابطال. ميسي خسرني الكرة الذهبية بعد ما كسبت كاس العالم، بعد ما عملت كل حاجة، انا المركز الثالث في البالون دور الثالث. الله ابلع يا جدع، عاملين لنا نار، عاملين لنا نشيد، و3-0 في 25 دقيقة. فيني 4-0. والله يا جدع شنو هاي؟ الله يا جدع شنو هاي؟ بعده يا ابن اللعيب. مباراتين 6 اهداف. جدع ميسي الان يرتعش خوفا، لان المباراة القادمة ضد ميسي، لو خسرت قصاد ميسي هعتزل كرة القدم، لازم الماتش ده اكسبه، لان حتى في حالة الفوز في احتمالية ان احنا نطلع من دوري الابطال. ما تفهمش ازاي مانشستر يونايتد هو اللي ممكن يطلعنا اصلا لو كسبنا قليل. اخر دقيقة ما قبل مواجهة ميسي قبل ما نعرف اتلتيكو عمل ايه.
هل برشلونة لا يخسر ابدا ام اتلتيكو مدريد ممكن يعملوا قصاده حاجة؟ هل هنطلع من دوري ابطال اوروبا ضد ميسي؟ كوابيس كتيرة ممكن تحصل يا رب. برشلونة عليكم اتلتيكو يا الجار، اتلتيكو مدريد يكسب برشلونة 3-0 فرسميا الدوري بفرق 6 نقط اخيرا الدوري يشتعل، واخيرا حان وقت الانتقام ضد ليونيل ميسي. لازم ولا بد اليونايتد يكسبه بفرق عشان يخلي باريس سان جيرمان يطلع من دوري الابطال. يا كريستيانو يا عبدو بصعد، انا محتاجك تكسب الماتش بتاع ميسي ده، ان مانشستر يونايتد كده هيروح في الدوري الاوروبي. ماشي يا كريستيانو، بس انت لازم تكسب بفرق. انا هحاول اعمل اللي عليا. ما وانت كمان. انا هعمل اللي عليا. لازم تكسب 3-0 او اكتر. انا هكسب صعب عزيز، بس انت لازم انت كمان تكسب. انا هحاول اكسب باي طريقه، الماتش صعب عليا انا كمان، انا ممكن اخسر، ولو خسرت انا فيها حياتي، فيها كل حاجه. انا شفت الظلم اللي حصل. ايوه بس يا عمر ما كان يستحق، ودايما معايا وضدي، انا مش عارف ازاي. لازم توريهم ذات وما قدر. ميسي هيروح الدوري الاوروبي، هيشوفوا اللي معاه الكره الذهبيه بيلعب في الدوري الاوروبي. تمام، والعالم كله هيضحك ويشوف ميسي وهو مزلول ورايح الدوري الاوروبي. المعركة على ملعب السانتياغو برنابيو، نيمار والفاريز وليونيل ميسي موجود في الهجوم، خطتنا فيها خرط واقي، ديرميليتاو، اودري زولا، راموس، ميندي، بارتي، كروس، فالفيردي، رودريجو، وكوبو، وعبدو. المباراة دي لو خسرناها او تعادلنا فيها الكرة الذهبية الجاية هتروح للكائن ده، فخلينا على طول نتوجه لأهم مباراة في حياتي. يلا دي اهم مباراة في حياتك، لازم تكسبها. يلا نيمار، مشكلة عندهم لعيبة في الهجوم جامدة، ركزوا يا رجالة في الدفاع، ركزوا. ما بيهاجموا ليه يا جدعان؟ مش عارفين ناخد الكرة ليه يا حكم انت؟ يصلع احنا ريال مدريد يا اسطى. لا يا اسطى، لا لا يا اسطى، الله حرام عليك. اصفر، انا هاخد كارت اصفر. وفي ايه رجالة؟ رجالة يا نهار ابيض، يلا امسك الخرا. يلا لعبة فلفل، لعبة راموس، فلفل، فالفيردي، فالفيردي من هنالك لرودريجو، رودريجو لفيرلان ميندي، فيرلان ميندي لعبده. ها ها، وعبده هنا شولا. لا 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 لا، ركز ركز، حكم حكم، والله فاول فاول يا جدع. كلمة كلمة، كارت اصفر ليه هو كمان بقى يا حكم يا مرشي من نظر خليفي. في ايه ده؟ نفس الكسر، نفس اللي انا عملته كمان، دي في منطقة الجزاء. ليونيل ميسي واقف قدامي هو ونيمار. رب تيجي، يلا يلا. لا لا، احتمال اصلا كبير لو احنا ما عرفناش نكسب، احنا اللي هنروح الدوري الاوروبي. ريال مدريد للدوري الاوروبي، ده لاول مره في التاريخ على ايدي. لا، يا اما انا اودي ميسي للدوري الاوروبي يا اما هو اللي هيوديني. عبده مره تانية، عبده يلعبها الفالفيردي. ها العب، يلا توني كروس، العب توني كروس. ابا لا بقى يا جدع، والله عدى 27 دقيقة. الله بوس ايدك. ها 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 ها، يلا بقى يا عمي. ده ازاي؟ طيب ازاي ايه دوناروما ده؟ اخر 5 دقايق في الشوط الاول، والله العظيم كان زماننا كسبانين. انا ما اعرفش ايه الحظ اللي ملازم ميسي ده. يا رب هتيجي الجون بعون الله. ها كوبو كوبو، يلا اضرب، والله الحظ. ها كوبو تاني، عبد، حكم حكم حكم. ها ها، رودريجو استلم يا رودريجو، استلم يا رودريجو، استلم يا رودريجو. بدأنا الشوط الثاني، المدرب نزل اسينسيو وفينيسيوس. ماشي ارجع عبد، ارجع امسك ميسي، ارجع امسك ميسي، ارجع امسك ميسي. ما انتش مسجل يا جدعان. ها تكفى، يلا يا رب يا رب يا رب يا رب. ها ها يلا بقى، يلا بس يا راضي يا جدع. الله سوي سوي من فينيسيوس لعبده، الانطلاقة انطلاقة انطلاقة. صوتها المرة دي، ابلع ابلع يا الميسي، ابلع يا الباريس. الله عليك الفينيسيوس، الله عليك الفينيسيوس. بوم 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 بوم
سواي بقى ده هو اللي كسب افضل لاعب في العالم، هو ده والله حرام. لكن ده مش هيكفي، لازم نسجل الجول الثاني. رجاله مدريد يا رب اليونايتد بس يكونوا كسبوا بفرق، وباريس هيطلع، باريس سان جيرمان هيطلع من دوري. لا تكفى، لا امسك امسك من ميسي يا راموس. الله عليك يا راموس الرجوله، راموس معنى الرجوله. لافيني عليك فيني، انا لوحدي حرفيا، انا لوحدي. ها بس يلا، راح عبده، راح عبده بس على مازال عبده، مازال عبده. ها سجل سيزونا. لا لا يا سينسيو، هم عشان بيلعبوا معاك، هم عشان كانوا فريقك السابع يا سينسيو، حرام عليك يا سينسيو. اخر 20 دقيقه، هل هنقدر نطلع باريس من الابطال؟ اخر 20 دقيقه. الله عبده، مفيش كده، محدش بيهاجم غيري، ده بيحسب فاول عليا، ده ممكن تكون طرد. يا نهار ابيض، انا اطرد لسه الحمد لله. وسع ميسي، الله وسع ميسي. الكرة الذهبية الجاية ليا بعون الله تعالى. والله رجالة اليونايتد ما ينفعش يروحوا الدوري الأوروبي، ده فريق اللي شن من بعد ليفربول. اليونايتد محتاج يكسب 4-0 وهيروح دوري الأبطال، بس ممكن أساعدهم بجول. كل أنشيلوتي عايز يدافع، مش عايز يهاجم، عايز يحافظ على النقطة، عايز يحافظ على الفوز، مش همه اليونايتد. إنما أنا هممني. روح عبده. لا يا عبده، يا عبده اتك على الإكس. والله 3 دقايق يا رب. الامل الوحيد دلوقتي ان اليونايتد يكونوا كسبوا بفرق كبير. رجاله لازم نساعدهم، يلا. لا مانشستر يونايتد بره دوري الابطال. ها روح عبده. ها الله. ها وعبده، ابلع يا ميسي، ابلع يا ميسي، ابلع يا نصير خليفة، ابلع والفيفا، ابلع والفيفا، ابلعوا ابلعوا كرة جول بشق الانفس، بشق الانفس في اخر دقيقة. بوم. لو مانشستر يونايتد كسبوا 3-0 اي فرق 3 جوال، باريس سان جيرمان للدوري الاوروبي. يا رب تحصل، لان باريس سان جيرمان كان 7 فرق جول واليونايتد 3، فكده باريس 5. انتوا هي حسبه بس، لازم ولا بد اليونايتد يكونوا كسبوا 3-0 3 فرق جول. ابلع البولجا. ريال مدريد رسميا الى دور ال 16، مع ان دي انجاز سهل جدا، بس صعب قوي في المجموعات دي. خسرت ميسي، لكن الفوز الحقيقي ان مانشستر يونايتد، ان كريستيانو رونالدو يكون كسب 3-0. هل عملوها يا سيرجيو راموس؟ هل فعلها كريستيانو؟ هل سنحتفل؟ يا رب. تقييم ميسي 6. ده ما عاد صحيان النوم ولا ايه؟ يونايتد، يا نهار ابيض عليكوا يا مانشستر، يا نهار ابيض عليكوا يا مانشستر. اللي انت عملته ده كريستيانو، يا كريستيانو ده، دول خسروا 4-2، ده حتى ما راحوش الدوري الاوروبي. ايه الرقم الغريب ده؟ الو يا عبدو، انت مش هتكسب الكره الذهبيه، بس احنا بنقدم لك عرض، انضم لينا وهتضمن الفوز بالكره الذهبيه. مين؟